أنا صراحة شفت خبر لمين؟ أول خبر فني لهاني. هاني مين؟ هاني شاكر. هاني شاكر طبعاً. هاني شاكر اتهم الشاعر، في شاعر كان هاني شاكر مغني أغنية هي اسمها روح ماكي. تفاصيل الخبر بتحكي أنه نقيب الموسيقيين المصريين السابق هاني شاكر رد على اتهام بسرقة كلمات الأغنية اللي غناها سنة 2009، وأعلن عن مقاضاة الشخص اللي اتهمه بتهمة السب والقذف عشان يحفظ حقوقه المادية والأدبية، وقال أن موقف النيابة المصرية من البلاغ المقدم ضده دليل واضح على زيف الادعاءات المقدمة ضده. يعني رح نظلنا بالخلافات بالوسط الفني المصري. والخبر الثاني بيحكي عن توضيح حقيقة الخلاف بين محمد المنتج أحمد السبكي والفنان محمد سعد. يعني في أنباء متداولة بوجود خلاف بين المنتج أحمد السبكي المعروف بالشخصية السينمائية اللمبي، بالرغم من العلاقة القوية يلي بتجمع بين الفنانين، لأنه الخلاف وقع بينهم بعد إعلان محمد سعد عن تعاقده مع منتج فيلم أهل الكهف محمد رشيدي. يعني تعاقد على فيلم جديد بعنوان دكتور عدوى، وهذا الإشي أو دكتور عدوي عفوا، هذا الإشي بيخالف العقد يلي بينه وبين السبكي، خاصة إنه السبكي متعاقد معه على نفس الفيلم. ولكن حسب ما حكى السبكي فهو فقط سوء فهم ما بينهم والعلاقة ممتازة وطيبة. يعني صراحة محمد سعد معروف أنه يعني شخص مش مشكلجي، بس تخيل يا زيد أنه بعد 5 سنوات من ابتعاده عن السينما والأفلام فهو صحيح راح يرجع للسينما. آخر فيلم طبعاً عمله كان موجود هو فيلم الكنز 2 الحب والمصير اللي نزل سنة 2019، زي ما حكينا 5 سنوات. الفيلم الجديد اسمه زي ما حكيت برضو دكتور عدوي، واللي مقرر عرضه في دور السينما خلال هاي السنة. اسم محمد سعد صدر محركات البحث، وخصوصا بعد الخلاف اللي حكينا عنه قبل شوي، ولكن تفاصيل الفيلم ما تم الكشف عنها ابدا الى هاي اللحظه. ونشر المنتج محمد الرشيدي صوره بتجمعه مع الفنان محمد سعد، وقال بسم الله توكلنا على الله فيلم دكتور عدوي مع النجم محمد سعد واخراج وائل احسان. رح نضلنا بالأخبار الفنية والسينمائية والممثلين، ويعني واحد من النجوم يلي دائما بنحب نحكي عنه بكرفان وهو الفنان الأردني إياد نصار، يلي وجوده بعالم السينما والمسلسلات المصرية يعني صار له سنوات وسنوات وأثبت نفسه حتى خارج حدود الأردن. تجربة سينمائية جديدة يخوضها الممثل إياد نصار، ومن خلال فيلم كوميدي. يتعاقد الفنان على بطولة فيلم كوميدي جديد رح يظهر فيه بشكل مختلف، ومن المقرر أنه يبدأ التصوير في الأشهر القادمة بعد ما تنتهي التعاقدات مع أبطال العمل، حسب ما حكى أمجد الشرقاوي اللي هو مؤلف العمل. حالياً بيشارك نصار في مسلسل مفترق طرق يلي بتم عرضه خلال هاي الفترة، وبيجمعه مع شوف مين هند صبري وماجد المصري، يعني فريق عمل جداً رائع وممثلين من الطراز الرفيع. صراحة هو فنان، ويعني أنا بحب فيه أنه برضو بجرب، يعني قالب كوميدي أكشن كل إشي شغال، وزمان ما شفناه بالكوميدي. يعني صراحة صار له فترة أدواره درامية هيك وجدية، بس قوي يا الله. أنا عن جد من الناس الجد كثير كثير بحبهم. مش شوي